وللمزيد حول هذا الموضوع معنا رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن الأستاذ محمود الحياري. أهلا وسهلا بك معنا في النشاط الاقتصادي أستاذ محمود. بداية، يعني هل لك أن تطلعنا على وجهة نظرك لقانون الإعسار وطلب الشركة له الآن؟ يعني احنا بنعرف انه هذا قانون الاعصار صدر بمقتضى الماده 141 من قانون الاعصار رقم 21 ل 2018، وطبعا في 2019 بدا العمل فيه في الجريده الرسميه. اود هنا بس ان اذكر الجميع بانه هذه شركه مصانع الاسمنت الاردنيه تاسست سنه 1954، وهي الرائده وهي التي بنت الاردن لسنوات عديده ولم نستورد اي نوع من انواع الاسمنت. للاسف انه لما دخلت شريك الاستراتيجي لابارج، وهذه احد نقاط الخصخصه وسلبياتها في الاردن، هي شركه مصانع الاسمنت الاردنيه. كيف ولكن يعني استاذ محمود، هي ليست المره الاولى التي تتعثر فيها الشركه ماليا خلال السنوات الماضيه. اذا سمحتي لي بس، نعم تفضل. في خمس شركات في الاردن والحمد لله رب العالمين اجوا بعديها وبيعملوا وبيربحوا وبياخذوا مال. خلينا نكون صادقين، اذا بدك احكي معك بمنتهى الشفافيه، الموضوع ليست موضوع ديون، الموضوع موضوع بيع اراضي الفحيص الملاصقه لمدينه دابوق ولقصور الحمر والمناطق الراقيه في عمان اصبحت، وهذه في هناك مشكله ما بينهم وبين المجتمع المحلي في الفحيص، فبداوا بهذه الاعمال وانا واكدت هذا العمل، والأسف أنه بدأوا ونجحوا لحد ما في أنه يصلوا للنقاط هذه اللي هو إشهار الإعصار. وإحنا ما بتمنى للشركة إلا التوفيق والنجاح، لأنه هذه أحد الصروح الوطنية. يعني إذن ما هو الخلل برأيك يعني داخل الشركة وفي ميزانيتها المالية؟ نعم، الخلل يعني على سبيل المثال لو أخذت التأمين الصحي في 2008 تقريباً، خلينا نحكي كان لنا عدد الموظفين 3000 موظف او 2800 موظف. هلا الان 339 موظف. تصوري لما يكون 339 موظف روحوا كل ابناء الاردن من هذه الشركه وبداوا يتظاهروا بالخسائر. اذا عندهم مخصص تامين صحي 28 مليون دينار مستشفى البشير اللي بعالج مئات الملايين ومئات الالاف، قاعد ما باخذ ال 28 مليون، يعني في مبالغات في اخذ المخصصات. طيب ما مصلحه الشركه بهذه الحاله يعني ان تخسر نفسها؟ مصلحه الشركه بيع اراضي الفحيص، يعني مصنع الرشاديه موجود، وهذا يكون معلوم لديك انه مصنع الاسمنت الاردني لديه مصنع الرشاديه ولديه مصانع الباطون الجاهز لابارج الباطون الجاهز، وهي ربحانه ولديها ارباح وتعمل بكفاءة ولديها أكثر من 10 مواقع عمل، ولكن حتى يحصلوا على بيع أراضي الفحيص بالضغط على الحكومة الأردنية بترويح العمال وبالتالي حتى مساعدتهم يبيعوا أراضي الفحيص، وبالتالي لابارج في خلال 4 سنوات ربحت أكثر من 400 مليون وهي اشترت المصنع ب 60 مليون أردني. رجاء أنا بطلب من كل منصب يعني الوطن. قبل فترة أستاذ محمود كان هناك يعني مشاكل عانى منها العمال، وكان هناك أيضا قضايا مع الشركة، أين وصلت الآن؟ بكل أمانة ما زالت القضايا قائمة، حتى آخر قضية اعتدوا على حقوق الأيتام والناس الفقراء في الشركة في التأمين الصحي. التأمين الصحي من بدايته كان العام بيدفع مبلغ معين وعلى أساس تأمين صحي ما بعد التقاعد، حتى هم خالفوا النظام الداخلي للخدمات الطبية لشركة مصانع الاسمنت الأردنية المادة 15 خالفوها. اثنين، نقطة ثانية، يعني قبل فترة بسيطة احنا عملنا اتفاقية النقابة معهم وحتى اخرجنا 200 زميل موظف لنا بالشركة، واتفقنا على عدم اعتداء التأمين الصحي، ولكن هم اصروا على الاعتداء على اموال الفقراء والمساكين
موظفي الشركة، هناك شهداء، أبناء شهداء. نعم، يعني أستاذ محمود، يعني نحن نحتاج إلى تفاصيل أكثر. أولا القضايا المرفوعة على الشركة من قبل العمال، هل للعمال المتضررين؟ هل هي للتأمين الصحي؟ هل هي للخسائر الموجودة على الشركة؟ وإذا كانت القضايا مطروحة في القضاء الآن، كيف يمكن التصريح فيها أو معرفة يعني من الجاني والمجني عليه؟ أوكي، إحنا في عنا اتفاقية عمالية وقعت قبل فترة برعاية معالي وزير العمل، وتم الاتفاق عليها وأنهينا كل القضايا اللي كانت موجودة. ولكن بعد توقيع الاتفاقية وترويح 200 موظف هم بدأوا، إحنا ليست لنا مصلحة بأن يكون هناك قانون الإعصار في هذه الشركة، ليست لنا أي مصلحة في تعثر هذه الشركة. إحنا مصلحة العمال، مصلحة الوطن أن تبقى هذا الصرح الوطني عاملا. القضية مش قضية من القضايا في المحاكم، إحنا مضطرين الآن نرفع قضايا في المحاكم بعد قانون الإعصار، لأنه قانون الإعصار إذا طبق وافقت عليه الحكومة رح يكون هناك اعتداء على حقوق العمال وعلى مكتسباتهم. نعم، طيب، يعني أشكر كل هذه التفاصيل منك أستاذ محمود الحياري، رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن.